يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية رئيس المجلس الفيدرالي الروسي فالنتيا ماتيفينكو. من المقرر أن يشهد اللقاء تعزيزا في العلاقات فيما بين البلدين وتنمية العلاقات الاستراتيجية مع روسيا في المجالات كافة، على رأسها مناقشة لاستعادة الرحلات الجوية. كما يتطرق اللقاء إلى مناقشة للتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون ما بين البرلمانين الروسي والمصري والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.